بعد هي أزمة آه كانت شوية وباقة شوية صعبة لأن كانت جات واحد الظرفية مفاجئة وانطلقت من مارس إلى الآن تقريبا غادي نقدر نقولوا شي 10 شهور ولا 11 تقريبا وهي أزمة محدة وهي كتستفحل لأن كانت داز المرحلة الأولى تاع ثلاث شهور تاع الجوا تاع الأول جوا اللي كان إغلاق تام والكل كيعرف هذا الشيء وكانت واحد آه هذه الجائحه كانت في الحقيقه مصيبه كبيره بالنسبه للمهنيين لا بالنسبه للمصور ولا لجميع المهنيين في المغرب هذا كان به ولكن كقطاع ديالنا القطاع اللي كنحس به وكنعيشو فهو تضرر اكثر لان عندنا اكراهات هذه الاكراهات كتلت كينا اولا كاين الناس اللي كارين كاين الكراء عندهم على جوج كراء ديال السكن كيفاش يعيش دوك الوليدات وحنا كنعرفوا بان وسط مغربي كيعيش وليداته زائد العائله ديالو اذا ما كنحصروش جوج الاشخاص ولا اربعه فكتكون على الاقل واحد سبعه ولا ثمانيه الاشخاص فاذا قلنا ثلاث شهور ثلاث شهور وحنا الناس كيعانيو من بعد هذيك ثلاث شهور اللي دازت كان واحد انطلاقه جزئيه تاع المهنه ولكن انطلاقا كانت في الحقيقة كانت انطلاقة بغينا نقوله مريضة لأن الجائحة مخلت تشي واحد يركز على شراء الأدوات إصلاح الآلات دياله اللي غادي تكون تعطلات وكتعمل ثمن كبير لأن حنا المهنة ديالنا فيها أدوات اللي غالية وخاصة تخدم شهر شهرين بمعنى خسرات خاصك تعاود كل شيء الادوات ديالك تعاودها من جديد أه بالنسبه لي كليون ديالنا الحفلات الحفلات هو الصيف الصيف كله دا صفر بمعنى مدخول صفر فانا ماشي كنتكلم على نفسي كنتكلم على المغرب بصفه عامه ولو انني كنمثل قطاع المهني التصوير وبالخصوص الأخوة اللي عندهم التزامات كيخلصوا ضرائب كيخلصوا كراء اذا الناس بمعنى مسؤولين وكيؤديوا الواجبات ديالهم للدوله الان كينتظروا من مارس الى الان كينتظروا واحد التفاته اللي تكون من قطاع الحكومي لهذا القطاع ديالنا ديال مهنيه التصوير بالنسبه لنا كقطاع ديال المصورين المحترفين في مدينه الدار البيضاء يعني انا واحد النموذج من من المصورين يعني في الاناث حب المهنه هو اللي خلاني نستمر مع الجائحه ديال كورونا يعني المحل كان مسدود تقريبا واحد الفتره ديال 3 شهور حتى 4 شهور هو مسدود وعندنا واجبات كيره عندنا الضو عندنا وليدات عندنا بزاف الامور يعني تضرينا واحد الضرر يعني اش لك بزاف ولكن كما قلت لك يعني ما بغيتش انا بعدا شخصيا ما بغيتش نهازم ما بغيتش نستسلم يعني بقيت كنتقاتل لدرجه انني استغنيت على بزاف الامور مثلا كان عندي مستخدمي في المحل استغنيت عليهم باش نكمل كنكمل بوحدي ولكن راه ضريت واحد الميدان دي واحد الجانب الاجتماعي انني تخليت على وليداتي تخليت على الوالدين ديالي داري يعني باش نبقى المحل غادي مزيان يعني الجائحه كان عليها واحد التاثير سلبي بزاف على يعني على الكفتان. على يعني القطاع كافه بالنسبه لي انا كمصوره في مدينه الدار البيضاء وماشي يعني ما كان عندنا لا دعم بصفتنا أن اننا غير قطع غير مهيكل ما كاين لا دعم لا حتى شي حاجه يعني كنتقاتلوا كما كنقولوا هكا بالدارجه العاميه وصافي بالنسبه ما ننتظر من من السلطات المحليه والسلطه ككل كحكومه هو على الاقل الاعتناء بواحد الجانب الاجتماعي ديال الاخوان اللي عندهم ظروف قاهره لا من ناحيه الكراء وهذا مع اصحاب المحلات وهذا مشكل ولا من ناحيه المداخيل ديالهم اللي انخفضت بواحد درجة كبيره واثرت على على الوليدات ديالهم ف حنا كنتمناو هذا الدعم يساعد على الاقل يساعد واحد جزء معين من تحمل الاعباء ديال المصاريف ديال العائلات اللي عايشه في هذه المهنه وخصوصا كين بعض الناس اللي غير مهيكلين اللي ما عندهمش تغطيه صحيه ما عندهمش تغطيه اجتماعيه وكيعانيوا الان دوزنا ثلاث شهور ديال المحل مسدود يعني ملي ما رودي مارينا كنا ننتظر ان غادي يكون واحد الصيف اللي تبارك الله فيه الحفلات الاعراس المناسبات لي زيفينمون المؤتمرات ولكن مع الاسف الشديد كانت جائحه كورونا يعني كل شيء واقف كل شيء حابس تضرينا بزاف وحتى السلعه باش كنخدموا كان يعني ضرينا اول حاجه ما كايناش يعني ومني كنلقاوها كنلقاو واحد الاثمنه يعني لو كليون ملي كنقولوا ليه تصاور مثلا بالثمن الفلاني كيقول لك غليتوا علينا ولكن احنا رحنا في الاصل لو فورنيسور وكنعتذر على هذا يعني بالفرنسيه اللي كناخذوا من عنده السلعه يعني هو راه مغلي علينا يعني من من الاصل وكانت يعني الصراحه معاناه في هذه هاد الازمه هذه واش غادي نقول لك كنتمنوا يعني السلطات والدوله تشوف يعني تنظر لنا حتى حنا بواحد النظره كباقي القطاعات